حكومتي ما لها معنى، انتظر منها اي حل تنقذنا من سمور قد يقتلنا. كأنها تقول وتنتظر لموتي ها هنا واستنى، كأنها تقول انتظر لموتك هنا واستنى. ماذا أقول لحكومتي متى استفهمنا؟ ماذا أقول لحكومتي متى استفهمنا؟ بعد ما قيدنا في الشوارع والمستشفيات وعطلنا، بعد ما قيدنا في الشوارع والمستشفيات وعطلنا، ماذا بهم قد عملنا؟ شحكم بهم ربي وبنا يرحمنا. الاسم عبد الله العزيز هذا على نفسي قرحة من قرحة التوراة في جماعة الابتداء في جماعة البداية في محافظة تعز. القنبلة الذي ألقاها عوام سلطان البركاني في ساحة الحرية في تعز، وأصبت عدة شظايات في القنبلة وفسقت علي الأعصاب وتحششت العظام في الساق وفي الفخذ، وأعاني عناية شديدة. واستقبلت جميع الوفود الأطباء الذي جاءوا من مصر وسواء من تركيا ومن فرنسا والقطرية، وقالوا حركة مستعصية لم نقدر عليها العلاج سواء عندنا أو في البلدان. فالتقينا واعتصمنا قدام رئاسة الوزراء خلال 3 شهور ولم يستقبلونا أي ساكن. ثم ذهبنا إلى وزير الصحة وشكلوا لجنة في مستشفى الثورة وعرضنا في مستشفى الثورة، ومنحنا تقرير سفر إلى برا، ووجه وزير الصحة بمذكرة رسمية من إحنا 21 نفر بتسفيرنا للخارج، ودينا للوزارة ولم يستقبلنا ساكن. ثم التقينا ورفعنا قضية في المحكمة على حكومة الوفاق بمعارضتنا، يعني نحن قدمنا دماءنا رخيصة من أجل بناء هذا الوطن، من أجل بناء الحرية والكرامة والإنسانية لا العنصرية لا التهميش. وحكومة الذي طلع على كتافنا فهمشوا احنا وتركونا احنا أمام الشوارع سائلين بدمائنا وجراحنا وأنيننا ونتألم. فانتصلنا من قبل المحكمة في فضل الله، ثم فضل الأستاذ أحمد سيف حاشد الذي وكلنا وقام بمحامين بتجربة محامين في المحكمة ودفع عنا أمام حكومة الوفاق وانتصلنا. ثم لم ينفذ الحكم واعتدوا علينا مكافحة الشغب أمام رئاسة الوزراء ونحن نطالب بتنفيذ الحكم. ثم سافرنا إلى كوبا ودرست هناك شهرين وثلاثة شهور إلى أسبوع، وعملوا لي علاج طبيعي. والمستشفى الأول قال إنه بقيت رجلي والعصب حقي تتحرك. التقينا للمستشفى الثاني فقال ممكن نعمل لك عملية بس بعد 5 سنين رجلك بتبطل نهائي. فكلموا نائب السفير قال له إيش الإمكانية أي دولة نودوه في إمكانيات مطورة؟ قال في ألمانيا. فأرسل نائب السفير بالتقارير والكشافات من كوبا إلى ألمانيا، فوافق أحد المستشفيات الألمانية الإمكانيات موجودة عندهم وتكلفات العلاجات وجاب التقارير وكل شيء إلى كوبا. فعملنا على السفر ومنحونا تأشيرة من السفارة الألمانية بكوبا لأننا ضروري المبلغ يتحرك ديرك لألمانيا. فقام هذا السفير بإرسال 3 مذكرات إلى اليمن إلى الوزارة اللجنة الوزارية ولم يردوا أي ساكن، ويرد للتلفون يقول ان اللجنه لم ترضي توافق بارسال المبلغ. والان انيننا عندنا الان غرغرينا والقاح يمشي الان من الرجل تام والم شديد، وقال لي 3 ايام الان دوخات وحس بغثيان وصغر بالرجل معاناة الرجل. والان الحاله هنا محل يخرج القاح من الرجل، شوف القاح الان كيف يخرج من الرجل. الآن السبب الآن تسمم وارتفاع، ونصحونا الأطباء بكوبا قالوا لم تجري العملية سريعا
فإن السموم بيرتفع إلى القلب ثم تموت وتتصبع غرغرينا في الجسم كامل. وهذه المعالم شادة، وهذه الحكومة حقنا الذي تترك جرحاها يعانون يموتون الآخر تلو الآخر. الآن نحن نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة اتجاه المعاناة حقنا والمضاعفات التي تحصل بنا، ونحملهم المسؤولية الكاملة اتجاه كل ما جرى كل من مات شهيدا من أجل هذا الوطن وتركوه يتألم وينذر جروحهم ويتألم أنينهم من كثرة معاناة جروحهم. وحكومتنا ووزارتنا الذي شكلها وزارة الجرحى لكي يعتنوا بالجرحى وهم لن يردوا ساكنا ويمشون بالجرحى بالريموت على مشيهم وينظرون إليهم الآخر تلك الآخر يموتون على الأرصفة وبالشوارع وبالمستشفيات الذي لم تقوم بأي عمل اتجاه جرحى الثورة. وللعلى تأملك نحن نعانين وأصبحنا الآن مهملين وحالتنا الآن بالخطر جدا، ومسينا قدام 3 أيام فأتانا ألم شديد وصقيع وكثرة القيح الذي يخرج من عند الفخذ من الرجل، ثم سبب لي إلى دوخات ثم انتقلت إلى مستشفى الجمهوري لكي يعمل الإسعافات الأولية، فعملي هناك مغذيات وشيء غيره وإبر ولم يستفيد أنا أي فائدة منهم. والآن هو مكان الأوجاع والألم موجود والدوخات مكان أهل موجود من كثرة الأوجاع الذي يسبب الآن إلى سموم وغرغرينا في داخل جسمي. طالبتي الآن رئاسة الوزراء أن يقوموا بالإجراء اللازم حسب التقارير الطبية التي جاءت من مستشفى برلين أكاديمي بمعالجة رجلي، أن ألاقي موجود هناك حسب التقارير التي جابوها من داخل مستشفى برلين بسرعة قدام ما يزداد الألم والوفاء نفس ما مات صديقي وحبيبي الجريح الأول عبد الرحمن الكمالي. شكرا.